سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الآية 3 من سورة البقرة، وحديثنا هذه الليلة حول المدد الغيبي. عليكم السلام ورحمة الله. قبل الولوج في صدم البحث لابد من التقديم بمقدمات. حديث عن المدد الغيبي، وباعتبار أن كلمة غيب بمعنى كما سوف نكتشف بعد قليل ما وراء الحس، لا يشمل حديثنا هذه الليلة الأرواح والجن والطلاسم والخواتيم وإلى آخره من هذه الأنواع، لأن هذه وإن كانت وراء الغيب وراء الحس إلا أنه ليس هذا الذي نريده من البحث. إحنا الليلة نريد نركز على قضية شلون أحصل مدد من عند الله سبحانه وتعالى، الذي كثيرا ما نسميه نحن بالتوفيق، الذي نسميه نحن بالتوفيق. يمكن الليلة نتذكر بعض ما طرحناه في أول ليلة من أسباب تخلف المسلمين، وطرحنا في تلك الليلة أنه واحد من الأسباب تشويه مفهوم العمل، وجعل مفهوم العمل مرتبط بالحظ. من ضمن الأمور اللي ذكرناها إذا يتذكرون الأحبة أنه الإنسان لتشويه هي الصورة، صورة العمل وطلب العمل والجد والاجتهاد، من ضمن تشويه هذه الصورة ميل الإنسان إلى ما وراء الغيب كمصدر إلى المدد، مثل الخاتم اللي هو الفصل القصر من عنده الحجر، مثل الجن، مثل الأرواح، مثل الطلاسم وإلى آخره. احنا ما جايين نتكلم عن هذا النوع من المدد الذي في كثير منه عندنا عليه علامة استفهام، وإنما نتحدث عن المدد الغيبي الذي يأتينا من عند الله سبحانه وتعالى، توفيق الله سبحانه وتعالى. كيف نتحصل على هذا التوفيق؟ ما هو الطريق للحصول على هذا التوفيق؟ على هذا التوفيق. ولكي ندخل الآن في خضم البحث لابد أن نعرف الغيب. ما هو الغيب؟ عرفوه اصطلاحا على أنه الأمور التي تكون خلف ستار الحواس. حواس الإنسان هي مصادر معرفته، حواس الإنسان هي مصادر معرفته. يعرف أن هذا خشن وهذا ناعم عن طريق اللمس، يعرف أن هذا مر وهذا حلو عن طريق التذوق، يعرف أن هذا أسود هذا أبيض أحمر أزرق، أشكال طول وعرض وارتفاع عن طريق النظر، يعرف أن هذا صوت خشن هذا صوت ناعم عن طريق السمع. الحواس الخمس مداخل إلى المعرفة، الحواس الخمس مداخل للمعرفة. ولذلك جاء البعض وقالوا أنه ما لا يدركه الحس لا يعتبر علم، ما لا يدركه الحس لا يعتبر علم. يعني الأشياء التي تعتبر موجودة هي الأمور المحسوسة اللي أقدر أن أنا أشوفها، لن أقدر أقيسها، لن أقدر ألمسها، لا أذوقها إلا أقدر أشمها. فهذه موجودة لأن الحس أدركها، ما لا يدركه الحس غير موجود. طبعا إحنا ما نحب أن ندخل في هذا
الإثبات أنه ما وراء الحس حتى وإن لم يدرك الحس فهو موجود، لأن عندنا الأدلة القاطعة على أنه في بعض الأمور ما تدرك ما يتدركها الحواس ولكنها موجودة. أبسط مثال ما راح نروح بعيد، الكهرباء. الكهرباء ما أحد شافها، أنت ما تقدر لما تجول سلك تعرف أن هذا فيه كهرباء أو مقطوعة عنه الكهرباء إلا لما تشوف أثر مالها، تحرك هذه الطاقة في هذا السلك. فمع أنه ما أنت ما تشوفه إلا أنك أنت عن طريق الأثر تتوصل إليه. إضافة إلى أن الحواس في كثير من الأحيان تخطئ في تحديد الموجود، يعني واحد إذا يخلي كفه في ماء بارد وبعد ذلك يأخذها يطلعها من الماء البارد يخليها في الماء العادي أو الماء الفاتر، إيده تقول إليه أن هذا الماء ساخن، مع أنه حقيقة هذا مو ماء ساخن. ليش؟ لأن الحالة السابقة إلى اليد هي كانت البرودة. فكثير من الأحيان الحواس تخطئ في تحديد الموجود. ما أريد أدخل في هذا البحث، ولكن احنا نريد من الغيب هو ما هو الأمر الذي خلف ستار الحواس. انت تجي تقول لي خلف ستار الحواس، يعني احنا كلنا على قدر من المساواة في عدم معرفة الغيب او لا؟ اقول اليك لا، في اختلاف في مقدار حساسية الحاسة في تحديد الغيب. يعني في ناس حواسه فقط فيما يراه ما يلمسه كذا، في ناس حواسه تأخذه إلى أبعد من ذلك مما هو موجود خلف ستار الغيب. وعندنا أمير المؤمنين عليه السلام أوضح مثال حينما قال لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. شنو قصد أمير المؤمنين عليه السلام من هذا الكلام؟ أي غطاء اللي أنت تقصده يا أمير المؤمنين؟ الغطاء الذي لو يكشف عن الإنسان العادي يصبح بصره، يدرك المحسوس وغير المحسوس. متى هذا البصر يصل إلى هي المرحلة؟ لما يكشف عنه غطاء الحياة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالغيب هو ما هو موجود خلف ستار الحواس. ليش احنا ما ندركه؟ لسببين. رقم واحد الاستغراق في المادة، الاستغراق في عالم الشهود مثل ما يعبرون، يخلي الإنسان المستغرق في هذا العالم ما يقدر يشوف ما وراء هذا العالم. في موجود عالم وراء هذا العالم؟ احنا لما نجي نقرأ القرآن نشوف أن الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه العالم بعالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. فموجود عالم غيب وموجود عالم شهادة، والله سبحانه وتعالى متسلط على العالمين. احنا عالم الشهادة المشاهدة فيه، ليش ما ندرك عالم الغيب؟ ليش ما نصل إلى ذلك العالم بحواسنا؟ لاستغراقنا في عالم الشهادة. مثل السمكة الموجودة في الماء، هي تدرك أنها موجودة في الماء أو موجودة في